أخيرا بتارودانت اختتمت فعالية الدورة الأولى لمهرجان أسوار تارودانت للفيلم القصير المتوج 8 أفلام قصيرة، دخلت نطاق المسابقة وعادت جائزة البرج الذهبي وهي الجائزة الكبرى للمهرجان للفيلم القصير الانتظار. روبورتاج الحسين الزيك ورشيد لطفي. مدينة تارودانت لم تنل يوما حظها من الفن السابع إلى أن جاء الاحتفاء بأسوارها عبر المهرجان الأول لأسوار تارودانت، مهرجان يجمع الأفلام القصيرة التي سبق وأن توجت بجائزة سينمائية كبرى بالمغرب. في الحقيقة هو مهرجان مهم، يكونوا مشاركين معك جميع الأفلام اللي ديجا هي من قبل متوجه بالجوائز، يعني كتكون منافسه، اكيد غادي تكون منافسه قويه. الاستفاده ديالنا هي اننا غنتلاقاو مع مخرجين بحالنا شباب صاعدين اللي عملوا افلام واللي خدات جائزه كبرى، ويعني غادي يكون واحد التنافس اللي هو عالي وغتكون استفاده وتبادل ديال الخبرات والاراء. استهل المهرجان فعاليته بعرض فيلم حول المسيرة الخضراء، ثم انتقل إلى المسابقة الوطنية للأفلام القصيرة المتوجة بأحد المهرجانات السينمائية الوطنية. في الدورة الأولى خسروا الموضوع ديال الفيلم القصير، والفيلم القصير المتوج أي اللي عرف حضور مميز في الساحة الوطنية، وبالتالي هذه دفعة أخرى للفيلم القصير اللي هو كعرفوه بأنه بوابة للمخرجين الشباب. بالنسبة للمخرجين الشباب تعرفوا رؤوسهم فين الموقع ديالهم ما بين الشباب ديال المغرب كامله، لانه كاين تقريبا 42 مهرجان في المغرب، ها 42 دابا كل منطقه وتتعطي الجائزه الكبرى ديالها، كنجمعوا دوك الجوائز الكبرى وتيتبارو فيما بينهم. الدوره الاولى لمهرجان اسوار تارودانت اختارت الفيلم القصير الانتظار لمخرجه عبد الاله زيرات ليتوج بالبرج الذهبي، وهي الجائزة الكبرى سينمائيا بتارودانت المدينة المنتشية باحتضان مهرجانها السينمائي الأول.